السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية شباب وصبايا. مادة برمجة واحد اليوم إن شاء الله راح نكمل مع بعض برمجة الجافا. في هذا التشابتر إن شاء الله هلا إحنا الجزئية هاي من المادة راح نرجع نتعرف شوي على الأركيتكتشر تبعت الجافا، وفي نفس الوقت راح نكتب كود جداد. تمام، راح نكتب كود، بعدك راح نكتب كود ثاني بطريقة مختلفة. خلينا نشوف. هلا بدنا ناخذ يعني كونسيبت جديد او مفهوم جديد بدنا نطبقه مع بعض بلغه الجافا، فحتكون محاضرتنا للنظري وللعملي مع بعض. تمام، في عنا رح نكتب كود لحتى نعمل computing the area of a circle. How do we write a program for solving this problem؟ بدنا نحل مشكله ان انا بدي اكتب كود للجافا، بهذا الكود بدي يحسب لي مساحه الدائره. تمام، طبعا ما تخافوا شباب، في الامتحان بالغالب راح يجيكم لهذا السؤال. اذا بتجيكم اسئله فيها معادلات او قوانين خاصه بتستخدموها بالغالب بنكون مزودينكم فيها، بالذات لو كانت شيء جديد عليكم. فاحنا اليوم راح نتعرف على بعض، كيف بدنا نكتب كلاس، كيف بدنا نكتب كلاس، مسؤوليه هذا الكلاس او مهمته انه يحسب لي محيط الدائره، the area، سوري مساحه الدائره، the area of a circle، مساحه الدائره. قالوا احنا حكينا ايش اهميه الالجوريثم وليش اخذنا الالجوريثم، يا مس اخذناها علشان نشوف كيف بدنا نفكر بخطوات الحل. اول حاجه راح تخطر على بالكم، طب اوكي يا مس، شو قانون مساحه الدائره؟ قانون مساحه الدائره كلكم اخذتوه بتعرفوه، اللي هو 2 باي نق، طبعا باي هي 3.14، 2 باي نصف القطر. طب يا مس عشان احسب انا محيط مساحه الدائره بدي أطبق معادلة اللي هي بتقول 2 في باي في نصف القطر، معناته أنا شو محتاج هون؟ قيمة شو؟ طبعاً 2 ثابتة وباي معروفة قيمتها 3.14، معناته شو الشيء اللي مفقود عندي هون اللي أنا لازم أحسبه أو لازم أنا أعطيه للمعادلة اللي هو نصف القطر؟ بالبداية رح نتعامل معه على إنه متغير ونعطي له قيمة. تمام؟ بعد هيك بدنا نقرأه من المستخدم. فالالجوريثم اللي عندي بالبداية بدي أكون أعرف الراديوس، بدي أعرف الراديوس أو بدي أقرأ الراديوس زي ما أنتم شايفين قدامنا هون. شو أول خطوة؟ بدي أقرأ the circle radius أو بدي أعرف the circle radius بناء على صيغة السؤال زي ما حكينا مع بعض قبل هيك. تاني حاجة بدي شو أعمل؟ بدي أعمل compute the area using the following formula، بدي أحسب الاريا. الاريا الموجودة عندنا اللي هي radius في radius في باي. سوري شباب انا الفرق بين المحيط وبين المساحة، مساحة الدائرة اللي هي باي نق تربيع، باي نق تربيع، باي نق تربيع، يعني الراديوس في الراديوس في الباي. بعد هيك اطبع له الاريا، يعني بدي اقرا اول شيء الراديوس، بعدين بدي احسب الاريا، بعدين بدي اطبع له الاريا. هذه هي خطوات المسألة تبعتي، هذه هي الالجوريثم تبعي. تمام، بعد ما حددت الالجوريثم وخلصت بفتح برنامج هالنت بينز وببلش اكتب في الكود الجافا تبعي. تعالوا نتعرف على الاستراكشر تبعت مين؟ تبعت الجافا. نعيد الكلام اللي حكيناه اكثر من مره، انه كل جافا بروجرام، كل برنامج بالجافا عندنا بده يبلش بالكلاس ديفينيشن، بتعريف الكلاس، بتعريف الكلاس اللي هي بنستخدم عشان نعرفها الكي وورد المحجوزه في لغه الجافا اللي اسمها كلاس، بعدين اسم الكلاس، بعدين اسم الكلاس. في عندي public class، بعدين هو سمى اسم الكلاس compute area، هو سمى اسم الكلاس compute area. تمام، إذا عندي public class واسم الكلاس، وعندي البارانتيزز هاي اللي ما حدش فينا بده ينساها تاعت مين؟ تاعت الكلاس. طيب شو النقطة الثانية المهمة بعد الكلاس definition، بعد تعريف الكلاس اللي هو تعريف المين؟ كل جافا بروجرام لازم يحتويها، يقول لك every java program must have a main method where program execution begins، يعني عملية التنفيذ للكود تبعنا بتبلش من عند function المين، فلازم دائما الكلاس تبعي يكون فيه فانكشن مين. هذا في برمجه واحد، في برمجه اثنين حنتعرف على مفاهيم ثانيه. في برمجه واحد بدنا نكون عارفين وثابتين وحافظين فانكشن المين زي اسمنا. تمام؟ اهم فانكشن في اي كلاس للجافا في مستوانا الحالي هي فانكشن المين، لانه هي الاكسكيوشن ميثود، هي الميثود اللي بتشغل الكلاس.
وحكينا كلياتنا اكتر من مره شو هي نعم. الستاتيك تبعت مين، سوري الصيغه تاعت بابليك تاعت المين، هي بابليك ستاتيك فويد مين، بابليك ستاتيك فويد مين، والسترينج ارف تاخذها. بدنا دائما نكون دقيقين انها تكون وين جوات الكلاس، انها تكون وين جوات الكلاس. وين بدنا نكتب الكود تبعنا؟ رح نكتبه هون جوات فانكشن المين. دائما دائما او المعظم الكل المعظم بيخطئ وبصير يبلش يكتب وين برا هون بعد التسكيره تاعت الكلاس او بعد تسكيره المين، هذا الشيء خطأ. دائما بدنا نكتب هون، احنا في برمجه واحده بنكتب هون في مكان او جوات الصندوق اللي اسمه مين، والصندوق اللي اسمه مين هو جوات صندوق اكبر اسمه كومبيوت اريا. تعالوا نشوف الخطوات تبعتنا خطوه بخطوه. احنا حكينا بالالجوريثم، شو اول خطوه عندي؟ بدي اعمل ريد للراديوس. بدي اعمل ريد لمين؟ للراديوس. شو ثاني خطوه؟ بدي احسب الاريا. شو ثالث خطوه؟ بدي اعرض الاريا. تمام، قصه نعرض الاريا اخذناها، سيستم دوت اوت دوت برنت اوت دوت برنت لين. طب كيف بدنا وكمبيوتر للاريا برضه مش شيء معقد، كيف بدنا نقرا الراديوس؟ بالبدايه رح نعرفه كمتغير ونعطي له قيمه، بعدين في كود ثاني بدنا نشوف كيف بدنا نقراه من الكاستمر. فبحكي لي in order to store the radius the program needs to declare a symbol called a variable. عشان نعرف الراديوس بدنا نعرف بالبدايه رمز بنسميه variable متغير. فكتير حتسمع مني بعد هيك مصطلح variables، تمام؟ مصطلح المتغيرات. فبالبدايه بدنا نعرف variable، بدنا نعرف variable. شو هو ال variable؟ متذكرين لما كنت أحكي لكم إنه كل قيمة عنا بنعرفها في كود جافا أو في الألغوريثم هي عبارة عن مساحة في الذاكرة؟ فال variable هذا هو عنوان أو اسم هاي المساحة اللي انحجزها، تمام؟ فكيف أصلا جهاز الكمبيوتر بده يتعامل معها؟ بيحجز مثلا مساحة 8 بايت أو 1 بايت، سوري 8 بت 2 بايت، بيحجزهم وبيعطيهم اسم، بيعطيهم عنوان عشان يقدر او يعرف يوصل له. هذه هي مهمة الـ variable. إذا شو مهمة الـ variable؟ represents a value stored in the computer's memory. represent a value stored in the computer's memory. to let the compiler know what radius and area are, specify their data types. طيب احنا حكينا انه كل نوع من انواع المتغيرات او الداتا الموجوده عندي، كل نوع من انواع الداتا الموجوده عندي في داخل الكود تاع الجافا او بشكل عام باي لغه برمجه بيكون في له مساحه معينه بتنحجز في الذاكره. وبصير في له حجز مساحة في الذاكرة. طبعا كل نوع له مساحة مختلفة عن الأنواع الثانية، كل نوع له مساحة مختلفة عن الأنواع الثانية، تمام. تعالوا نشوف الأنواع الموجودة عندنا وكيف نشوف أول واحدة فيهم، كيف نتعامل مع أول نوع. هل نشوف الكود تبعنا بعدين نشرحه خطوة خطوة. أول حاجة عرفت مين؟ عرفت الراديوس من نوع دبل، هلا احكي لكم شو هو. ثاني حاجه عرفت الاريا من نوع دبل. ثالث حاجه عرفتها، اعطيت قيمه لمين؟ هاي اسمها assign a radius. شو يعني assign a radius؟ اعطيت قيمه لنصف القطر، بعدين حسبت المساحه، بعدين طبعت المساحه، وهلا حنشوف كيف ممكن نطبع متغيرات جوات ال حنشوف كيف هذا المتغيرات جوات السيستم دوت اوت دوت برنتلين. شو يعني كلمة دبل شباب؟ المتغيرات تبعتنا في الجافا في منها أنواع كتير. شفنا السترينج تاعت الأركس، في انتجر، في دبل. دبل هو عبارة عن رقم، الدبل هو عبارة عن رقم وممكن يقبل الفاصلة، تمام؟ دبل هو الرقم اللي احنا بنسميه الرقم العشري أعتقد، اللي هو بيكون مثلا 2.5 3.5 10 20 50، تمام؟ فبيقبل الأرقام الصحيحة وبيقبل كمان الأرقام اللي بفاصلة عشرية، تمام؟ والدبل شباب، الدبل بياخد أو بيحجز مساحة في الذاكرة أكبر من مين؟ أكبر من الانتجر، أكبر من الانتجر. هلأ رح نطبق مع بعض نشوف.
نمشي نعمل تريسنج على الكود، بيجي هون الكومبايلر بتطلع بيلاقي هنا جملة دبل راديوس. شو بيفهم؟ بيفهم انه بده يحجز مساحة في الذاكرة، هي allocate memory for radius، بده يحجز مساحة حجمها مثلا 2 بايت بتكون مخصصة لحاجة شو اسمها؟ حاجة اسمها radius، بعطيها عنوان اسمه radius. تمام؟ لما استدعي انا الراديوس في مكان تاني بروح على عنوان الذاكرة هذا اللي سماه radius وبياخذ القيمة اللي حيحطها جواته. هلأ نمشي هذا هالسطر، كلمة double radius حجزت مكان جوات الذاكرة وسمته radius. حجم هذا المكان بيعتمد على النوع، الدبل له حجم، الانتجر اللي هو الرقم الصحيح له حجم، السترينج له حجم، في عنا الفلوت كمان له حجم، البوليان اللي احنا تعرف عليه اللي هي ترو فولس له حجم. تمام؟ فبروح بيحجز مكان في الذاكرة اسمه radius، ومين اللي بده يحدد حجمه؟ بيحدد حجم النوع تبعه. هذه كلمة دبل يعني نوع المتغير تبعي، شو القيم اللي بده يحتويها هذا المتغير من أي نوع؟ دبل يعني أرقام عشرية زي 2.5 زي 3.5 زي 10 زي 1 زي 2. تمام؟ يعني بخزن جواته أرقام صحيحة وأرقام عشرية اللي هي الفاصلة اللي هي فيها الكومة. بعدين بيمشي هنا بيلاقي كمان دبل اريا، دبل اريا بيعرف انه بده يحجز مساحه في الذاكره وبده يسميها اريا. نوعها ايش؟ دبل، نوعها دبل. جينا هون او لقى انه راديوس تساوي 20، بيروح بيدور في الذاكره على المكان اللي سماه راديوس وبقول له انت المحتوى تبعك صار 20، هي الساين 20 في راديوس. بروح بدور في المساحة اللي سماها radius وبقولها انت هلأ صارت قيمتك 20. بيجي على الخطوة اللي بعدها بيلاقي معادلة، بروح بحسبها، بضرب الراديوس في الراديوس بدل كلمة تربيع وبضربها ب 3.14 اللي هي مين؟ قيمة الباي. القيمة تبعتها تاعت النتيجة وين بده يروح يخزنها؟ في الاريا. بده يخزنها وين؟ في الاريا. بده يروح يدور على المكان اللي في الذاكرة اللي سماه اريا ويحط فيه القيمة. نيجي هنا على جملة الطباعة اللي بتطلع وين؟ على الكونسول. جملة الطباعة بتقول the area for the circle of radius وسكر الدبل كوتيشن. تمام؟ هذا كله string، ما فيش فيه خلاف، شرحناه أكثر من مرة. هلأ هو بده يطبع قيمة الراديوس وين؟ في البرنت. عشان تقدر تطبع متغير، هلأ الراديوس والاريا عبارة عن متغيرات، عشان نقدر نطبع المتغير جوات function البرنت لين بنروح بنسكر الدبل كوتيشن زي ما انتم شايفين هون. هاي فتحت دبل كوتيشن، كتبت the area for the circle of radius، سكرت الدبل كوتيشن بلس radius، كتبت المتغير. فبروح بسكر الدبل كوتيشن وبكتب البلس وبكتب اسم المتغير تبعي. لو بدي اكمل، لو بدي اكمل بعد هذا المتغير كمان نص، فبصير مضطر احط كمان بلس واكتب السترينج اللي بدي اياه. لو بدي اطبع كمان متغير بروح بسكر الدبل كوتيشن وبعمل الزائد هذه او البلس وبكتب اسم المتغير. تمام؟ هلا لما نستخدم النت بينز ونكتب هاي الاكواد مع بعض راح تشوفوا كيف كل واحدة فيهم بتعني وكيف ممكن نغير ونشقلب في الشكل تبع الكود. تمام؟ هلأ بدنا نكتب مع بعض الكود ونشوف كيف رح نشتغل. هلأ بس نرجع على الكود بشكل سريع، والفيديو القادم إن شاء الله رح نشوف كيف مع بعض رح نطبق هذا الكود على النت بينز. شايفين هون شباب صبايا شبابنا، نركز هون، في عندي public class compute area، هذا هو اسم الكلاس، هذا هو اسم الكلاس. نبلش بابليك وكلاس والكمبيوت اريا اسم الكلاس. لاسم الكلاس حكينا بالغالب او لازم يكون نفس اسم الفايل اللي انت بتفتح حتى تكتب فيه الكود. في عندي بعدين بابليك ستاتيك فويد مين، بابليك ستاتيك فويد مين. بعدين بدي اعرف المتغيرات تبعتي. احنا حكينا المساله تبعتنا بدها تعمل حساب مساحه لمين؟ للدائره، وقانون مساحه الدائره باي نقطه ربيع. فبدي اخزن، انا بدي اخزن المساحه في متغير، وعشان اقدر احسب المساحه بدي كمان قيمه اللي هي قيمه نصف القطر. معناته انا بحاجه لمتغير اسميه نصف القطر او radius بالانجليزي،
وفي عندي دبل اريا عشان اخزن المساحة. شو معنات كلمة دبل؟ دبل صبايا شباب معناها النوع المتغير تبعي، نوع المساحة اللي بده يحجزها بالذاكرة. شو يعني هاي الجملة كلها مع بعض؟ دبل راديوس معناتها اني انا حجزت مكان في الذاكرة وسميته راديوس، تمام؟ بعدين حجزت مكان في الذاكرة وسميته اريا. قديش حجم هذا المكان او مساحة هذا المكان من الذاكرة؟ حسب النوع تبعه، حسب النوع تبعه، دبل ولا انتجر ولا فلوت ولا سترينج. حنتعرف عليهم كلهم ان شاء الله. بعدين جيت قلت له راديوس بال 27، شو ها معنات هذه الجمله؟ معناته انه روح على المكان اللي بالذاكره اللي انت سميته راديوس وحط فيه 20، وحط فيه 20. اجينا هون بقول له انه المكان اللي اسمه اريا، المكان اللي في الذاكره اللي اسمه اريا، بدك تخزن جواته هذه القيمه. طيب عشان يطلع هاي القيمة لازم يعوض في الراديوس، فبروح بيعوض في الراديوس وبيطلع قيمة المساحة، بروح بيخزنها وين؟ في المكان اللي هو سماه area. جينا على جملة الطباعة system dot out dot println، في هاي الجملة بيطبع نص متغير. قبل كنا نطبع نص فقط، قبل كنا نطبع نص فقط، هلأ رح نطبع نصوص مع متغيرات في نفس الجملة. فالنص بدك تحطه تفتحه وتسكره وتخلص. المكان اللي بدك تطبع فيه المتغير، تمام، المكان اللي بتطبع فيه المتغير بدك تسكر الدبل كوتيشن قبله، بعدين بدك تحط ايش؟ البلس، البلس اللي هي الزائد، بعدين تكتب اسم المتغير اللي انت بدك تطبعه، تمام. لو انا بدي اوقف لهون خلص بديش اطبع هذه الاز اريا، خلص ما بحط كمان بلس. بس اذا بدي اضيف كمان نص على الجملة تبعتي بروح بحط كمان بلس هون، بصير أضيف النصوص اللي أنا بدي إياها، بصير أضيف النصوص اللي أنا بدي إياها. هلا في الفيديو القادم إن شاء الله راح نطبق هذا الكود على النت بينز وراح نشوفه مع بعض ونشوف النتيجة ونشوف الحالات والأخطاء اللي ممكن نوقع فيها في كتابة هذا الأكواد. يعطيكم العافية.